قالت المنسقة العامة لمعرض مصر سيناء نور جاسر إن المعرض يتحدث عن التراث السيناوي وعن الجمال الموجود في سيناء. معرض مصر سينا بيتكلم عن تراث سينا وعن الجمال اللي موجود في سينا، من خيرات بقى أرضية لحرف يدوية، وطبعا عارضات سينا جايين يقدموا عظمة وجمال الإبداع إيديهم اللي بتطلع يعني منتج حلو قوي، والناس هنا مبهورة بيه بطريقة يعني غير الحرف التانية، يعني المنتج السيناوي اللي هو الزي السيناوي عموماً.